مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. احييكم باجمل تحية صباحية من ارضية ميدان دستور لسباقات الهجن العربية الاصيلة في انطلاقة اشواط صباح هذا اليوم، وشارة المقدمة من سيد سعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي بمناسبة تولي ولي عهد دبي، المنصب الجديد هنا وزارة دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله وعلى بركة الله تمت انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالفطمان، ومسافتنا هي 2 كيلومترات، المسافة المعتمدة لهذا السباق، وها هي الانطلاقة للبكار. الشوط الرئيسي المميز، ونسير مع الصدارة والمقدمة عوايد لسعيد بن عبد الله بن حمود العويسي المنطلقة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. فخر من الجانب الثاني أحمد بن سعود بن سالم الحكماني من تأتينا ثانيا، وعلى المركز الثالث والقادمة بهذه الانطلاقة سرابة راشد بن خادم بن راشد المهيري قادم هنا بهذا الانطلاق الجميل. الوصول من ملهمة حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، وكذلك هناك وزن الحمد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي. هذه هي الخماسية وأسامي أيضا خلف المراكز الخمسة الأولى، ولكن الصدارة مع فخر هنا أحمد بن سعود بن سالم الحكماني من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما هناك القادمة من الجانب الآخر سرابة راشد بن خادم بن راشد المهيري القادمة من عاصمة الميادين الحذرة، قادمة علي بن سعيد بن سبيع الوهيبي القادمة بهذه الانطلاقات، وصلت هملولة من وضوح من الجانب الآخر مطر بن خاتم بن محمد الشامسي قادمة، وهنا شواهين حمود بن عبيد بن سالم الوهيبي قادمة أيضا بكل قوة بهذه الانطلاقات والتحديات، ونجاح لابراهيم بن محمد بن فارس بن علي الخاطري ايضا القادمه، ولكن الصداره مع فخر احمد بن سعود بن سالم الحكماني، هو الحذره قادمه بكل قوه. الله الله، هنا بهذا الانطلاق علي بن سعيد بن سبيع الوهيبي من تنطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصدوره هذا الشوط. ما شاء الله، سلام لأهالي السلطنة، السلام لأهالي بنية على هذا الأداء المميز الجميل. الحذرة تحمل الرقم 1 وهي في المركز الأول، علي بن سعيد بن سبيع الوهيبي تنطلق بالفوز وبالناموس. تهانينا، سلام بنية، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني والقادمة هنا بانطلاقتي، هناك فخر لأحمد بن سعيد بن سالم الحكماني، وتأتينا وضوح مطر بن خاتم بن محمد الشامسي، وشواهين حمود بن عبيد بن سالم الوهيبي من حلت بهذه الانطلاقة. وهنا التوقيت الزمني دقيقتين و56 ثانية، ما شاء الله، لمسافة 2 كيلومترات. تهانينا لعلي بن سعيد بن سبيع الوهيبي على هذا الفوز.